في التسعينيات كنا بنسمع عن حاجة اسمها السحابة السوداء، وقوم يا ابني لاقي السحابة السوداء، السحابة السوداء وصلت القاهرة، لا عدت وصلت الجيزة شوية، السحابة السوداء داخلة على الفيوم. الحمد لله خلال السنوات اللي فاتت ما بنسمعش كلام كتير عن السحابة السوداء. قوم امبارح بالليل أهالي محافظة أسيوط، المحافظة اللي أنا بحبها وليا فيها ذكريات لطيفة، مرة واحدة فوجئوا بسحابة سوداء بتغطي عموم المحافظة، لا سيما مركز أسيوط المركز الرئيسي في المحافظة. إيه السبب؟ دوروا شوفوا السبب، اكتشفوا إن أكتوبر هو موسم حرق حطب القش، حطب الذرة أو قش الذرة، هما بيسموه البوص، عندنا نوعين من الذرة بيتزرعوا في بلدنا، ذرة اسمها ذرة رفيعة، عندنا ذرة اسمها ذرة شامية، الذرة الشامية اللي حضرتك بتجيبها كوز الذرة اللطيف ده، الذرة الرفيعة بيبقى حجمها أقل كده وبتخش في بعض الصناعات زي صناعة الزيوت. شهر أكتوبر ده هو شهر حصاد الذرة في البلد، لا سيما في محافظة أسيوط، بعض المواطنين بيلجأوا لحرق القش أو الحطب أو البوص للتخلص منه. بدء موسم حرق البوص، محافظ أو سكان محافظة أسيوط يعانون من كثرة الدخان الناتج عن الحرق خلال الفترة اللي فاتت، ده حسب بيان عام ديوان المحافظة. المواطنين فضلوا يسألوا ايه السبب، فطلع بيان عام، بيان عن ديوان عام المحافظة، وقال السبب هو حرق البوصة. على الرغم من المحافظة نفسها بدأت تعمل بعض القرارات وبعض العقوبات على حرق البوص، يعني مثلا أسيوط تواجه موسم حرق مخلفات الذرة بتوقيع غرامات تصل لمليون جنيه. الكلام ده كان في 29 سبتمبر اللي فات، والمحافظ قال هنغرم، أو اللي هو عصام سعد، امبارح كنت ناسي اسمه، اللي هو عصام سعد امبارح قال هنغرم اي حد يحرق مخلفات الذرة في الارض بتاعته او الحرق على المكشوف من 50,000 الى مليون جنيه، وحبس ما بين 3 سنين و5 سنين، فضلا عن الحرمان من المواد التموينية والتسليف الزراعي والكيماوي والمبيدات والبذور اللي بتقدمهم الجمعية الزراعية. زراعة ايضا، الكلام ده كان كلام المحافظة، وزارة الزراعة ايضا بتحذر وقالت هنحاسب اللي بيحرقوا البوص في اسيوط. الكلام ده كان في اكتوبر اللي فات، وقالوا اي حد يحرق البوص تحديدا في محافظة اسيوط ملهوش عندنا اي خدمة من اللي بتقدمها وزارة الزراعة. معايا فيديو لوكيل وزارة الزراعة وهو بيقول لنا او بيوعد ان مشكلة حرق البوص في محافظة اسيوط تحديدا هتنتهي العام ده 2022، ومع الأسف كالعادة الوعود في بلدنا وعود، و2022 جت، أهالي أسيوط امبارح ما كانوش شايفين كف في إيديهم بسبب دخان حرق مخلفات الذرة. متابعة. المشكلة دي بتحصل كل سنة من 4-5 سنين كده لزراعة صنف من الذرة اللي هو قصير، فلما ظهرت دي ده إنه هو ليه حاولنا نحلله علشان يبقى مادة علف للماشية، فطلع فقير في المواد الغذائية، فقلت النسبة، يعني بالنسبة للتوكيد ده إلا بعض القلة القليلة. وأنا شايفة الصورة اللي حضرتك بتعرضها دي في قرى ناحية الجبل، لكن القرى القريبة والمراكز القريبة من مدينة أسيوط السنة دي لا تتعدى نسبة 20%. فإن شاء الله بإذن الله بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتوجيهات معالي الوزير محافظ أسيوط، الموسم 2022 الظاهرة دي هتختفي من أسيوط تماما. المشكلة دي بتحصل. معالي الوكيلة، الست الوكيلة الطيبة المحترمة دي في 2020 قالت لنا إن الحرق هينتهي السنة دي، لكن مع الأسف لم ينتهي. خليني يعني أقول لحضرتك، عندما فشلت المحافظة وعندما فشلت الوزارة، وزارة الزراعة والوزارة أيضا وزارة التنمية المحلية، بدأ المواطنين نفسهم يعملوا مبادرات يتحايلوا على الفلاحين في شمال المحافظة، أرجوكم ما تحرقوش القش، لا لحرق للحرق المكشوف، ده مبادرة لحماية البيئة في أسيوط. خليني أقول لك على حاجة، أنا راجل فلاح وعارف كويس معنى حرق قش الذرة. فلاح النهاردة يقدر يستفيد من قش الذرة بحاجتين، اولا انه ممكن يحوله يفرمه او يحوله لحاجة اسمها سلاج، والسلاج ده بيستخدم في علف المواشي، احنا عندنا عجز في العلف يصل ل 85%،
يقدر كمان يحوله لسماد عضوي او سباخ برضه بعد عمليه الفرم او الدراسه. لكن الفلاح قدامه مشكله واحده، ربما ما يكونش معاه تمن عمليه الفرم او عمليه الدراسه، فالاسهل انه يحرقه في مكانه ويتخلص منه. البلد لو وفرت للفلاح مفرمه او مفارم حكوميه او حتى تمن عمليه الفرم، لو وفرت للفلاح بعض المواد اللي بتضاف بعد كده على ال 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 البتاع ده بعد دراسه او بعد فرمه عشان يتحول لعلف او سباخ، اعتقد الفلاح هيبطل. لكن البلد عماله تهدد الفلاح وتتحايل على الفلاح، تمنعه من السماد والكيماوي، السماد والمبيدات والبذور ومبادرات مجتمعيه، الفلاح ما معهوش. فلاح خد شويه الذره او المحصول، فاضل عنده القش واقف. طبعا عشان يشيله ويطلعه بره محتاج انفار وعمال، محتاج كمان عربيه او اداه نقل، محتاج كمان مكان للتخزين. قبل النهارده ما تتدخل وتهدد الفلاح، ابدا توفر له، وفر له مكان للتخزين، وفر له تمن عمليه الفرم وعمليه الدراسه بتاع الموضوع ده، هتتحل المشكله. لكن خليني اعرض لحضرتك كده، السحابه السوداء تغطي محافظه اسيوط، ده اكتوبر 2021، خبر اللي قبله او اللي بعده. السحابه اللي بعده ايضا في اكتوبر 2019، سحابه سوداء تغطي سماء اسيوط. في اكتوبر ايضا 2018 اهو، في اكتوبر 2019 ده اسيوط تختنق تزايد حرق المخلفات الزراعيه والمحافظه تحذر الفلاحين. عندنا كمان خبر في اكتوبر 2018، اسيوط تختنق من ينقذ الاهالي من الدخان. 17 18 19 و20 21 و22 المحافظه تحذر واسيوط تحترق، المحافظه تحذر والمواطن يختنق. درجة ان المخلفات الزراعية كان في بحث، دي راجل طيب كده في كلية الزراعة جامعة اسيوط، بيقول ان المخلفات الزراعية كنوز مهدرة، فلوس بتترمي على الارض، فلوس بتترمي على الارض، لكن الوزارة ما عندهاش طريقة للتعامل معاها. المخلفات الزراعية كنوز مهدرة، تدور على استثمار يا اسيادنا. عندنا 10 مليون طن، 10 مليون طن مخلفات زراعية سنويا ما بنستفدش منها حاجة، لا سماد ولا علف ولا حتى زيوت. عندي فيديو لأهالي أسيوط بيقولوا لحضرتك عايشين ازاي بقالهم سنوات مع تحذيرات المحافظة بسبب حرق مخلفات الذرة. نتابع. إنما حرق هذه النواتج كلها ده ضرر مش بس بالفلاح وابنائه والمدينه والناس والاطفال، مشكله في الاطفال كمان. اختراقات الطفل ده هيتنفس ازاي وسط الدخان ده؟ حضرتك انا عندي، انا ساكن في برج ده، لك ان تتخيل الاطفال وحالات التشنج اللي بتيجي للاطفال وصراخ الامهات والاباء مش قادرين يعملوا حاجه. يعني ده قصه لابد من تحرك فوري لانقاذ. تشنجات للاطفال واصابات بالرب وبعض الامراض الصدرية فضلا عن التلوث اللي حاصل، زيادة على ان ده اهدار للمال العام. لو البلد تتدخل بشيء من العقلانية، هالي اسيوط نوفر لهم مكان لتجميع هذه المخلفات، هذا البوص او القش او الحطب ايا كان اسمه، اوفر لهم مكان، اوفر لهم بدل نقل، اوفر لهم كمان ماكينات ضخمة تفرم هذا ال هذه المحاصيل او هذا الـ 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 يعني الشجر ايا كان اسمه، هتحل المشكله. لكن انت بقالك 7 8 سنين عمال تهدد وتتوعد وتحذر، دفعك مليون جنيه هحبسك 5 سنين، بيعملوا ايه الفلاحين النهارده؟ بيجي في نص الليل ويجي مولع فيه.